اتأمل صبي، هذا صبي تجيب أمه إلى المعركة، زوجها يستشهد بالمعركة، من بعد ما يستشهد زوجها بالمعركة تشوف ابنها واقف تقول له بني ما لي أراك واقفة، شو واقف عندي ليش؟ قالها يا أمه ما أصنع، شون اللي أسويه؟ قالت له بني اذهب بيض وجهي عند فاطمة الزهرة، دول الآن المصارع اللي قدام عينك مصارع أبناء الزهرة يضعون واحد تلو الآخر، أنت ما المفروض أني أنا أبقى أمك وأبناء فاطمة؟ أم فاطمة تذكل بأبنائها، أبرز بني. قالها ما أصنع؟ قالت له خذ سلاحك وأبرز. جابت له السلاح، لما جابت له السلاح أدركت في نفسها شيء، قالت له بني أنت هذا سلاحك أخذه وروح أعرض نفسك على الحسين وقل له أنا جاي للقتال بين يديك. إجا فعلا إلى أن قرب من الحسين، لما وقع بصر الحسين عليه التفت إلى أصحابه قالوا هذا الآن أبوه قتل بالمعركة، أبوه الآن قبل لحظات أبوه راح، أنا أجمع على أمه مصيبتين، هم ابنها وهم زوجها بساعة واحدة، عد بني لعل أمك تكره خروجك، ارجع. أرجعه، لما رجع قالت ولدي أراك رجعت، قال أمه إن الحسين أرجعني. قالت لبني لعله استصغر سنك، خاف شاف سنك صغير، أدنو إلي أن أرعيني. عمدت إلى حمائل السيف عقدتها حتى سيفة لا يكون يسحب على الأرض ويستصغر الحسين، عمدت إلى ثيابه قلصتها أمسكته من كتفه وأقبلت إلى الحسين، قالت أبا عبد الله أتذكل أمك الزهراء بولدها ولا أذكل بولدي؟ أبا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. التفت للحسين لما نظر إلى تصميم قال أبرز بني بارك الله فيكم من أهل بيت. برز الغلام وهو يرتجي زميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدة فهل تعلمون له من نظير؟ قاتل قتال الأبطال إلى أن وقع على الأرض، لما نظرت أمه إليه رجعت إلى الخيمة، أخرجت عمودا من الخبا، نزلت إلى المعركة وهي ترتجز أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. لما نظر الحسين إليها التفت إلى علي الأكبر قال بني بادر إلى الصبي، شيل للصبي اللي ألا تأخذ حوافر الخيل وأنا أجي إلى المرأة. أقبل إليها جذبها من ردائها قالها عودي يا أمة الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، عودي إلى الخيمة أرجعها. وعلي الأكبر أقبل إلى الصبي نظر إلى شفتيه يتحركا، أدرك هذا بآخر لحظات حياته لازم عنده وصية عنده شيء. أصغى إليه وإذا به يوجه خطابه لعلي الأكبر، قال سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم، سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم، إنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. قال أخي والله لأنعمنك عينا. حمله عن المعركة
ورجع الحسام بالمرأة. أقول له أبا عبد الله أبيت على امرأة أن تراها بين الخيل والرجال؟ إذا ليتك ترى عقيلة الطالبين أختك تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع.